ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. أسماء الله الحسنى. أسماء الحسنى يا خالقنا أفرادا نسألك وأنت الأسماء. الغفور. لطالما عشنا مع هذا الاسم العظيم من أسماء الله سبحانه، تلهج به ألسنتنا وتتحرك بنطقه قلوبنا وتدمع بذكره أعيننا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الغفور الغفار من أقرب الأسماء الحسنى إلى قلب المؤمن، لأن المؤمن مذنب تواب، والله عز وجل يغفر للمذنبين التائبين ويستر المقصرين ويقيهم من العقوبة. فمهما كان الذنب عظيما فإن مغفرة الله أعظم، ومهما تكرر الذنب من العبد وأراد الرجوع إلى الله فإن باب المغفرة مفتوح في أي وقت بالليل أو النهار. روى الإمام مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فيا له من اسم عظيم يدخل الطمأنينة في قلوب العباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما أجمل هذا التعبير القرآني، ما أروعه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ولنتأمل كيف خاطب الله عباده المذنبين حيث قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ولم يقل قل يا عبادي المذنبين أو المقصرين أو العصاة أو المفرطين. كلا، إنما تلطف سبحانه معهم رغم ذنوبهم وستر حالهم قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ثم لنتدبر كيف أنه سبحانه أضاف هؤلاء الخلق إلى نفسه قائلا: قل يا عبادي. وفي هذا رفعة لهم وطمأنة لقلوبهم وتحبب منه إليهم، عسى أن يقبلوا إليه تائبين ويفروا إليه مستغفرين. وما أعذب أن يختم الله تلك الآية بهذين الاسمين العظيمين: الغفور الرحيم.
فكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين، لأن بالمغفرة تسقط عقوبة الذنوب، وبالرحمة يحصل المطلوب. والعبد مفتقر إلى هذا وهذا، مفتقر إلى مغفرة ينجو بها من آثامه، ومفتقر إلى رحمة يسعد بها لحصول مطلوبه. روى البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما أروع أن نحافظ جميعا على الاستغفار، وأن نطلب من الله العفو دائما، وأن لا نيأس من مغفرته عز وجل. وعلينا أن يعفو بعضنا عن بعض، ويستر بعضنا البعض، ونتسامح ونصفح. عسى ربنا أن يغفر لنا ويرحمنا، فهو سبحانه الغفور، وهو سبحانه الغفار، وهو سبحانه الغافر، وهو الغفور. فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. أسماء الله الحسنى. أسماء الحسنى يا خالقنا.